غضب داخل النادي الأهلي نتيجة تراكم أخطاء الحكام، واللي كان واضح أنه متعمد بشكل كبير جدا، واللي كمان ساعد في توجيه لقب الدوري المصري لصالح نادي معين. أنا روزان نصر وبرحب بيكم في الحلقة الثانية من نسر الأهلي. اللي فاتت طبعا تابعنا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. النادي الأهلي أعلن كلمته، عبد الفتاح يرحل أو الانسحاب من الكاس والسوبر. وزي ما احنا عارفين إن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام كان بيدافع عن قرارات الحكام الخاطئة خلال مباريات النادي الأهلي، مرة وصفها بالاحتواء ومرة وصفها بروح القانون. اتحاد الكرة انتبه لكل طلبات النادي الأهلي ولبى طلبه في رحيل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وتعيين مكانه كلاتنبرغ. جمهور نادي الزمالك الفترة اللي فاتت حاول يقول انه نادي الأهلي تراجع عن فكرة الانسحاب من السوبر والكاس، لان كده كده عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام كان هيمشي. ولكن بيان 19 يوليو بيكشف ادعاءات جماهير نادي الزمالك الغير صحيحة، واتحاد الكرة في البيان ده قال ان كلاتنبرغ كده كده هيتولى في سبتمبر المقبل. السؤال هنا، فلماذا تولى كلاتنبرغ مبكرا طالما كده كده عصام هيمشي؟ طب تعالى اقول لك دليل تاني ان قرارات النادي الاهلي اتنفذت بالحرف الواحد، ومن ضمن قرارات النادي الاهلي وقف محمود عاشور صاحب واقعة الغاء هدف النادي الاهلي في فاركو والتحقيق معه. وبالفعل كلاتنبرغ وقفه لحد نهاية الموسم وما تعينش في أي مباراة بعد رحيل عصام عبد الفتاح. طب تحب أقولك دليل ثالث إن الأهلي فعلا صاحب حق واتظلم في مباراة فاركو؟ كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام قرر تعيين الحكم المساعد في مباراة الأهلي وفاركو، كمان في مباراة الزمالك وفاركو، وكانت مكافأة للحكم هاني عبد الفتاح اللي احتسب هدف بيرسي تاو في فاركو ولكن محمود عاشور ألغاه. البروفيسور جدو فيريرا وصائد الألقاب، كل ده سمعناه من جماهير نادي الزمالك بمجرد انه فاز بلقب دوري ولقب كاس، وبدأت الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية تتغنى بمدرب لم يفز سوى بدوري وكاس، وهم الإعلاميين اللي كانوا بيهاجموا بيتسو موسيماني رغم فوزه بأربع بطولات قارية. فيريرا اللي تعادل مع النادي الأهلي 2-2 في الدوري بكل صعوبة، وحتى لما كسب 2-1 في الكاس كان بيدافع بكل نجومه، حتى أغلب نتائجه في الدوري الفوز ب1-0. فأين العبقري في إفريقيا؟ لما خسر من الوداد المغربي رايح جاي وتعادل واتغلب من بيترو أتلتيكو، فأين فيريرا من إفريقيا؟ على صعيد صفقات الأجانب، النادي الأهلي بيضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع لاعب محترف هيوقع لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة بنية الشراء، بخلاف 2 لاعبين أجانب تانيين هيوقعوا عقود نهائية مع النادي الأهلي. الأهلي بدأ بالفعل بالتفاوض مع لاعبين بيراميدز أسامة جلال وإبراهيم عادل، وهم قريبين جدا من أنهم يلبسوا قميص النادي الأهلي، خصوصا بعد تدخل ياسين منصور رئيس شركة الكورة. النادي الأهلي كمان قريب جدا من ضم شادي حسين ومصطفى ميسي لاعبين سيراميكا كليوباترا بصفقة تبادلية وكمان مقابل مادي، واللاعبين المتوقع أنهم يروحوا سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، بيكهام، ومحمد أشرف ومحمد شكر. نادي الأهلي كمان بيحصل على موافقة محمد رضا لاعب فيوتشر وبيتم التفاوض بشكل نهائي مع النادي. النادي الأهلي كمان رفع التعاقد مع لاعب فاركو محمد صبحي ل 29 مليون جنيه، مقابل كمان أنه من المحتمل أن في 2 لعيبة من النادي الأهلي هيروحوا نادي فاركو. الأسبوع ده كمان هيكون في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب مع شركة النادي الأهلي لحسم الصفقات والراحلين والمعارين، بالإضافة كمان للكلام الأخير على بقاء ريكاردو سواريش أو رحيله. وآخر خبر معانا النهاردة، محمد هاني لاعب النادي الأهلي قريب جدا من الخروج على سبيل الإعارة، وحاليا هو بيبحث مع وكيله عن عرض من نادي خليجي.